السلام عليكم، مرحبا بكم حكيمة العاصمة. معكم كما راكو تشوفوا، يعني انا هنا راني وجدت هاد المقادير، وانتم يعني راكو عارفين يعني هاد المقادير اللي وجدتهم وجدت القدرة. راني رايحة نحضر معكم شربة فرميسان وبطريقتي، ونوري لكم يعني طريقة كيفاش يعني انا حين نحضروها، ونوري لكم المقادير اللي رايحين يدخلوا لنا في هذه الوصفه تاع طبق تاع الشربه فرميسان تاع نهار اليوم. انا هنا دوك نبداو على بركه الله. شوفوا كما تعرفوا يعني الشربه سبقوا نديروا لها حبه بصل. بسم الله، يعني انا البصل يعني لازم يكون يعني الرئيس تاع الشربه، لازم البصل. القرعه انا خديت هاد النوعيه الرقيقه، شوفوا اللي بها اللي راني رايحه نقطع كل الصغير. وعندي حبيبه تاع بطاطا كيما راكو تشوفوا. وكيما تعرفوا يعني الشوربه تاعنا نحن اليوم نحضروها بالدجاج، يعني كيما تعرفوا الشوربه زمان نديروها غير بالغلمي، انا اليوم حبيت يعني نفضل نديرها شوفوا غير بهاد العذاب تاع الشور تاع الدجاج كيما راكو تشوفوا. ونرموا لها في الاخير شويه يا لحم المفروم. ونقول لكم صدقوني غير تعطي واحد البنه، يعني هذه على ضمانتي الشربه كي تحضروها بالدجاج تجي خفيفه وبنه كبيره فيها. وعلاش نقول لكم يعني الناس كاين ناس بكري نحضروا غير بالغلمي بالدوش، يعني على كيما نقولوا على حساب الصحه تاع بنادم. دو كاين ناس يعني ما يقدروش للغلمي، حنا يعني نفضلوا نحضروها لهم يعني بالدجاج واللحم المفروم. ما فيش بزاف يعني الكغا، يعني شوفوا كيما انا اللحم يعني ديما نفكركم خواتاتي، ديما نقول لكم على حساب الافراد تاع العائله. وانا هنايا شوفوا الطوماطيش كيما راكم تشوفوا غسلتها يعني، وانا حين نقطعوها ونحتفظوا بالزريعه. وانا هنا وجدت القدره تاعي. وعندنا بالنسبه يعني حبيت ناخذ شويه حميصه وشويه جلبانه، يعني صدقوني تزيد تعطي بنه. وخديت شويه تاع الكرافس يعني ناطوها يعني بنه، ومع شويه تاع النعناع. انا النعناع تاني وجدته، والحشيش لازم يكون اكيد لازم يكون في الشربه تاعنا. وبالنسبه للتوابل يعني انا حين وجدوها يعني طوماطيش راني دزت لكم، يعني انا تاني نسحق طوماطيش يعني تاع البايط لازم تكون حاضره معنا. وبالنسبه للتوابل انا حين نسحقوا يعني هاد الحار صدقوني حربل بزاف، يعني ديروا زوج هاد النوعيه والملح والعكري لازم العكري وراس الحانوت وفلفل يعني فلفل الكحل لازم يكون. وناخذوا القصبر، القصبر لازم يكون خواتاتي في الشربه. وبالنسبه للدهون يعني راح ناخذ غير زوج مغارف تاع الزيت، وانا راح ناخذ مغرفه يعني تاع السمن. وفي الاخير انا خديت هاد الباكي تاع الفرميسان، كاين بزاف بعد ما يمرقوا يعني القدره تاعهم يعني ما ياخذوش العبار تجيهم ثقيله الشربه تاعهم. انا هنا فضلت نوري لكم بعد يعني في الاخير نوري لكم يعني العبار يعني باش ما تجيكم خفيفه، ما تجيكم الشربه تاعكم ثقيله. دوك خواتاتي الحاجه الاولى اللي نروح نديرها، انا هنا نروح نقطع كاع الخضره تاعي. انا نفضل يعني نقطع كل الصغير صغير، ما نحبش يعني الخضره نربيها. وانتوما يعني تفضلوا طريقتي، دوك تشوفوا كيفاش يعني نقطعوا كل الصغير. ونبداو ان شاء الله نحضروا في هذا الطبق تاع الشربه فرميسان كما تعرفوها ناس العاصمه يديروا بزاف هاد الشربه. ودوك نبداو ان شاء الله على بركه الله. كما راكم تشوفوا انا هنا قطعت الطوماطيش تاعي ودرت لها الملح. وانا هنا خواتاتي بسم الله نبدا ندير الدجاج هو الاولاني يعني، ونديروا هذاك الزيت ونحطوا يعني زوج مغارف قدكم تاع الزيت. وناخذ شويه تاع السمن، يعني السمن يعني قسم غرفه بسم الله، يعني ونحطوا يعني طبق تاعنا يعني هكذا ما كتروش، ونحطوها تتجمر. ونديروا يعني ديما هاد الكسكاس يعني هذا يقعد حتى الاخر. ها الطوماطيش علاش نخلوها باش بلا فابور يعني الطوماطيش تاعنا طيح لنا. دوك انا راني رايحه ندير القدره تاعي فوق النار.
كما راكو تشوفوا انا البصل تاعي يعني قطعته قطع صغار، يعني لازم نقطعوه هكا بهذا الشكل، يعني وانتم تحبوا ترابيوه، انا حبيت نفضل نقطعوه هكذاك. البطاطا يعني الكرافس والقرعه انا فضلت نقطع كلش صغير. انا هنا خواتاتي دوك ندير ما طالي غير ندير هذاك البصل، بسم الله نزيدو نديرو البصل يعني يتشمر مع ذاك الدجاج، ونخلو يعني البصل تاعنا كاع يتشمر. شوفوا انا هنا البصل تاعي راه تشمر، دوك نزيدو بسم الله نديرو هذيك البطاطا يعني الكرافس والقرعه، يعني نديرو كلش ونخلو يعني الطبق تاعنا يقعد يتشمر. هنا رانا نتشمرو يعني نديرو هذيك الجلبانه مع هذيك الحميصه، ونخلو يعني الحميصه تاعنا تزيد تتشمر مع هذيك الجلبانه، ونعاودو ان شاء الله. انا هنا راني حندير التوابل تاعي، القزبر راس الحانوت فلفل الكحل والعكري والملح، والملح انا ما كثرش علاش خواتاتي ما كثرش، انا راني درت في الطوماطيش تاعي يعني نديرو كميه غير صغيره، ونخلو يعني الطبق تاعنا يزيد يتشمر. انا هنا ناخذ يعني طوماطيش المصبره هذه، ناخذو غير مغرفه هكذا كما راكم تشوفوا ونديرها، ويعني طوماطيش انا ما نكملش ندير حتى قريب طيب لي الشوربه باش يعني نزيدو نديرو الطوماطيش تاعنا. وانا هنا نعاود نرد الكسكاس تاعي ونخلو يعني غير على نار هاديه. هاو اللحم المفروم، يعني ديما نفكركم على حساب الافراد، لان هنا ناخذ يعني قطع غير صغار هكذا ونديروا لي بولات كيما راكو تشوفوا، يعني ونكملوا كاع يعني نديروا لي بولات تاعنا. وانا هذا اللحم ما ديروش حتى يعني قريب يطيب لكم كلش، يعني اللحم المفروم ما ياخذش وقت كبير في الطياب. انا هنا يعني ما بقى لي خواتاتي غير نجي يعني نمضق بسم الله القدره تاعي، مذقوها حتى تحت اليدين شويه، ونخلو الشوربه تاعنا غير على نار هاديه. شوفوا بالنسبه للطوماطيش يعني احنا القدره تاعنا راهي تغلي، وهي شوفوا نديرو هاد العمليه يعني غير هكذا برك بالمغرفه حتى الطوماطيش تاعنا كاع تروح لنا. شوفوا يعني انا هنا طوماطيش ماشي كيما كانت، ونخليها يعني نغطيها ونخلي الطوماطيش تاعي راهي غير بشويه تروح لي. ما راكو تشوفوا انا راني حندير هذاك اللحم المفروم بسم الله، يعني قريب طيب لي يعني الشوربه تاعي. وهذه يعني دوك تشوفوا كيفاش راني حاخواتاتي نديرها، يعني غير هكذا نعبصوها، وهي راهي يعني تحبط لنا على خاطرش يعني طوماطيش راهي طاحت ما بقاتش كيما كانت، يعني شوفوا غير بشويه حتى نكملوها كامل. الطوماطيش تاعي خلاص يعني كاع طاحت لي، يعني كيما نقولو كاع حبطناها، وانا يعني زدت مرضقت شويه. دوك واش راني حنزيد ندير، راني حناخدو يعني مغرفة بسم الله يعني تاع الماكله كيما راكو تشوفو، باش نبدا يعني نوريكم يعني التمريقه تاع الفرميسان. وما بقالنا غير راح نبداو نمضقو يعني في الشوربه تاعنا. شوفوا يعني كاين ناس بزاف الشوربه يعني ما يعرفوش ياخذوا العبار تاع الشوربه كي يكونوا يمرقوا بالفرميسان. انا هنا علاش درت هذه الباكي هكذا نقصت بسم الله. دوك شوفوا كيف راني حندير، يعني ناخذ بواني الاول، شوفوا خواتاتي بواني الاولاني بسم الله، ونزيد ندير بواني الثاني، يعني ديما نعبروا يدنا هي العبار تاعنا، ونحركوا على داك الفرميسان بعد ما كيما راكو تشوفوا. انا هنا يعني ناكد لكم لي الشوربه تاعي ما رايحه تجيني ثقيله بزاف، ما رايحه تجيني خفيفه بزاف، وبعد ما يعني نحركوها يعني واحد مين با تلت دقائق نطفوا على القدره تاعنا، ونخلو هذاك الفرميسان يعني يكمل يطيب بالسخانه تاع الشوربه. ودوك نعاود نولي لكم بعد ما يعني نطفيلها. انا هاد الكرافس خواتاتي راني حنحيه، والشوربه تاعي خلاص يعني طابت، ما بقى لي غير يعني نوريها لكم حاضره في طبق التقديم ان شاء الله.
هاي الشربه كيما راكو تشوفوا يعني، وتشدناها ودنا لها يعني رشه تاع حشيش مقطفه والقارص، وشوفوا يعني الدجاج قطعناه ما خليناش يعني كبير، وهذيك لا فيون داشيز. ويعني حبيت نوريكم يعني الشربه بعد ما مرقناها، شوفوا الله يبارك كيفاش جاتني، ما تقيله بزاف ما خفيفه بزاف. ان شاء الله هذا هو الطبق تاع اليوم اللي حضرته خواتاتي معاكم، وحنا رانا على ابواب شهر رمضان الكريم. ان شاء الله يعني تكون عجبتكم الشربه غير بالدجاج وباللحم المفروم، صدقوني بنا ما تصوروش يعني الشربه هذه يعني على ضمانتي ان شاء الله تكون برك طريقتي عجبتكم. وخواتاتي ما بقى لي نقول لكم غير تهلاو في صحتكم، وما تنساونيش بالمشاركه باش يعني نوصل معاكم الاطباق تاعي، وما بقى لي غير نقول لكم في امان الله.